بين الطائرين اخوان اخوان الحضور اصحاب المقامات العاليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعلى العشائر الكراهيه الركيزه المهمه في وحده المجتمع العراقي عبر التاريخ القديم والحديث، حيث حاربت الطوائف العشائر العراقيه قديما وحديثا وصدت هجمات ووقفت بوجه الاحتلالات البريره. وفي تاريخنا المعاصر كان العشائر العراقيه دورا كبيرا للتصدي للاستعمار الحديث في بداية القرن بثورة العشرين التي تعد مخبرا للعشائر العراقية، ولكن بعد 2003 واشتداد التعامد على بلدنا عبر صفحات متعددة كالحرب الطائفية وحرب داعش والآن صفحة الحرب بين العشائر. اخوان السيد محمد صارت النقطة جدا مهمة على أهم رمز في المجتمع العراقي وتبشيع صورة العشيرة وشيخها. إننا لا نستبعد نظرية المؤامرة في هذا الشأن. من قال السيد الوجيه قال أكو تآمر من خارج الحدود؟ طبعا هذا موجود اخوان. ذاك اليوم في احدى المحاضرات للشيخ حاتم ابن شعلان ابو الجون طرح نفس ما طرحها السيد الوجيه محمد من التآمر من خارج الحدود على نسيج المجتمعات العربيه والاسلاميه والعراق بالذات اخواني، فمن يستبعد هذا الموضوع؟ طبعا في مؤتمر بازل 1897 اللي انعقد في سويسرا للحركة الصهيونية كانوا مخططين لعشر قرون، يعني الألف عام. شوف عدونا باو أخوان، الألف عام مخططين لتهديم المجتمعات العربية وبالمقدمة منها العراق. فإننا لا نستبعد نظرية المؤامرة في هذا الشأن، لأن هناك من يخطط لتدمير المجتمع العراقي وهز أركانه وسحق نسيجه المجتمعي، وعلينا كمتصدين لمثل هذه الظواهر في رابطتنا للتاريخ وعلم الإنساب أن نقدم تحليلاً علميا دقيقا من ناحية المسببات. طبعا هاي دراسة بسيطة بيها جنبة أكاديمية مثل ما تفضل الشيخ قبلي، والأسباب والنتائج وتقديم الرؤى والتصورات والحلول للوقوف بوجه هذه المشكلة. من جملة المسببات الضعف العام من حيث تطبيق القوانين. مع الأسف إخواني القوانين بشكل عام وضعت على الرأس، وخاصة بعد مرحلة 2003 انتشار ظاهرات البطالة. تعرفون البطالة سوت الناس كانت كلية تشتغل بالزراعة وكانت تشتغل بالتصنيع العسكري وبالجيش وملتهية وناسي هذا الموضوع، لكن بعد 2003 صارت ظاهرة البطالة، وهي الظاهرة أثرت على المجتمع سلبا. الكبت النفسي الموجود في نفسيات الشباب وعدم تصريفه من خلال الأنشطة الثقافية والرياضية. أخوان مع الأسف وزارة الشباب ما أخذت دورها بهذا الموضوع أبداً ولا طرقت لهذا الموضوع. الشباب غالين الآن بالمحافظات والله العظيم، يعني فد مأساة. أنا ذاك اليوم رحت للعمارة زين التقيت بمجموعة من الشباب، يعني الشباب مع الأسف مثلوا ضايعين كل مشاكلهم تتسلم ويفتعلن مشاكل ويصير هو السبب في هاي النزاعات. الاستغلال السيء لتقنيات التواصل الاجتماعي مما خلف المشاكل الاجتماعيه كان لها دور كبير في هذه النزاعات. هذا الموبايل هذا اللي جانا غلوه، بالرغم من انه فد اختراع عظيم، هذا بفد فوائد كبيره جدا، لكن مع الاسف اخواني احنا استعملناه زين الصوره.
هذا طبعا اقل من استحقاق السيد وجيه بغداد، ولكن نحن دائما سباقون ان شاء الله ان نكرم هذه الشخصيات بجهودها القيمه. لا ابالغ عندما اقول ان من لحظات السرور، لحظات حقيقه السمو اللي يعيشها الانسان هي هذه التي عشتها بين اساتذتي والتي اكون لهم كل الاحترام والتقدير والتبجيل، سواء الذين انا بيناتهم او الذين هم امامي في مدرستي. نعم انا اقول ان رابطه تحقيق الانساب وتوثيقها في العراق والوطن العربي مدرسه كبيره، بل مدرسه علميه ثقافيه كبيره. قلت هذا للاعلام التونسي وللاعلام السوري وللاعلام المصري بزغم، قلتها بزغم حقيقه، وقلت الذي ثبت الانساب حقيقه في الوطن العربي في العراق هي هذه المدرسه الكبيره. واحمل من التحيات والى الان من خلال التواصل الاجتماعي الشخصي الذي يقلب الامور حقيقه بسبب ارتباطاتي المسبقه مع المدرسة. انا اليوم كم حرصت ان افرغ نفسي لهذه الحاله، ولكن صدقوني اجوا الاخوه الاشجاريه من المحاويه واجوني للبيت، وعندهم اليوم مشيه والمشيه مزعجه حقيقه في ابو غريب والخرنابات، والساعه 10 ونص راح يجون لي للبيت حتى ياخذوني، ولكن حقيقه بقيت مصر ان اكون هنا بينكم. هذه لحظه لا يعني ساحتفظ لكم اساتذتي صالح محمد والجميع ان شاء الله. ما حييت حقيقه، ما حييت، اكون وفيا لمدرستي تلميذا حقيقه وفيا لهذه المدرسه الكبيره. والسلام عليكم ورحمه الله. ادعوكم بهذا وهذا اليوم المبارك ان نهدي من اسس هذه المدرسه، واعني به الدكتور نور بن محمد داوود، سوره الفاتحه لبركه الصلاه على صراط الله. جزاكم الله خير. احسنت سيد، احسنت بارك الله، احسنت. اللهم يلا احسنت.